أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى واطيعوه. شيخ عبد الحي شيخ آدم وخطيب سوين أي بلشدة الصومالية وأي أتقانو قارهانا كوا كون المقالة مقدشو شيخ وحاو عان كنقضي براها بلشدة سنده يقدم بيي إساوغانا خطبة ديه سوين نقضين كوا دينا براها بلشدة سوين لوغو باهيو انت بدن خطبة ده شيخان أيا وحا أيهين كوا كوغرفيو وعي قلين دينا عسياسة دا يبراروجين لحريرتا حالة دا الصومالة دا يحاطانا يكونو شهي مجتمع كفانا قبيالة دا عم قبيلك هاديل رب إن لبدلو صومالة حكومة ماذا على الله يكب كوتل لقوم داويو وحي على وشك كحر وسات هذه اللي يقول عليه ويكسر دراي سا بلشوا وحي باب يداو من نقضان كر الله قاعد يمرك حيا لي داو معها قبيل قبيلكم لأن قبيلكم معها وحلا كسب هذا معه قفكم وحكوف أنا كلا وحصو وشق يستي شيخ أو رئيس جارسين يورباهين تيستا يا وحى وش جاي إن خد بديه سويهين كو أنت بدن أوصو حلو وعي جلنت بلشة الصوماليات فهم كدين تسلام كأصحن يولي بصدو كلا إن أيكون ولادان دولة نمى توصن خطبة سام بيا هذاني خطبة نبغى نخش لين هاي باهدا مركز جلتا مواقع مركز مدة خش لين هاي ديت هاي حل دجال دجال هذا يروح حساب سن سيلو جو جلها ينبضين تا يحول خسارة ديت هاي وقت هرمر يو اسمه ومدات أو صعدة أو حبر شاه هذا مريم بشاه هذا يعني سام بيا واحد لكن حقوق عصبون يعني أجان شهل أجادي أو سوشيال ميديا وقاضي فرينتا لكن فكرك يو عرماها كجرا لن رأيي بعجرين مكا واحكو عصب الجرو شيخ عبد الحي شيخ آدم أي هذا الكيسي سوغو سيوة تواحا أوشي غي إن قابك وخطبتها أسو قد بي أيهين كوي بالشربتنا إرياقين إسلامر كان وهاتن وكوهو لين هاي سيدي علماء إسلاك عشان لهايين كهذالك وحيابها أي بالشدة يسيد وين ويقو بهايهين سمركا سيوعي قلنا أيو هيلان دالي رضا وانا كتل جرنا إلان خطبة إسكو حرنو مواضيع يعني نولاش دكتا تابان إيساء أن وداقنو فكرة عن وجراء لكن ولي مسألة لغنين ليال رسمي ومعنا سمينين ودكي عن سوق كانو لكن فكرة عن علماء لحرن وجبتا مساجدة عن سيقارة عن صاحبون هاي يعني توجيهات عن كالقاضنا ويجران لكن دلدا سوين إن شاء الله تعالى مستقبلك ورجيني إن العلماء سوق إمادان أي نقطو محام أسبوع عن كلا هذا النابوش شيخ ودوان بغضي مقالة قارسة حرنت قبل كوقوي بريحة تانا كسو كان مقالة نيوباسا كون سيجيدة مقالة نيروبي ايا وحا اوشي غي ان اوقباقيا صومالة دل كاني كان يكونغل ان اي سيوين وقعي بغاتان حوجين تاي حرير كي وادان والعشاها بلشوين كالدوان ايلانو ليهين سي مركاسي وقعي بغاتان ومركة ديغانا ليهين هذا منباسا سيدي اقنع سيدي احجيران سوقية واحد ليسي ايقوبا ليهين ومسوقها ama suuq dharka ha ahaado ayaga ayaa inta badan la wareegay oo gacanta ku haya marka runtii waa horumar fiican ee Soomaalina cidii wax heshaba iyo meesha ka heshaba in kala oo ku hareereysan oo ay wax la wadaagayaan oo wax siinayaan ayaa jira waa dad wax kala qaybsada waa dad wax wada cunaa waa dad isjecel maxamed abdi bootan warbaahinta ista magaalada xebeed ee Mombasa